أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أحمد إيهاب جمال الدين تضامن مصر مع المرأة في فلسطين في نضالها من أجل حياتها ومستقبلها. وأشار في بيان أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان إلى أن الوضع في غزة يتطلب تدخلا فوريا من المؤسسات الدولية، وأكد أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع لتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة.